Can we appreciate the makeup ولقطة تصورون فيها الميك اب هذه الحزة حزة الغروب الجولدن اور لما الشمس يصير لونها ذهبي والهايلايت يبين وانا توني قاعد اسمع الاغنية واللقطة هذه انسى الذي ما لك امل فيه مرت علي قصص انزين وعرفت اشخاص اللي اذا حبت واحد تحب الحب اللي ينرفز شنو الحب اللي ينرفز اوكي كلنا لما نحب نصير ما نطالع عيوب الانسان اللي نحبه خلاص نشوفه انسان كامل بس في نوعية اللي يكون الشخص يعني اللي ايه متعلقة فيه مو زين كل العالم شايفين انه مو زين الا هي ولو ياتي نصحتيها او حذرتيها او قلتي لها اوكي بس ديري بالك كلها تفكر انش تغارين منها فهذا الموقف ينرفز ليش لان انسان انت تعزينه بنت او ولد تشوفينها متعلقة بشخص وماشية ورا شخص ما في امل يعني أذى ناس كثير وكسر قلوب كثير وتدرين أنها بالنهاية ماشية بطريق مسدود يعني يا أنها بتخسر يا أنها بينضحك عليها يا أنها بينكسر قلبها فما تبي لها هالنهاية وبنفس الوقت إيدك مربطة ما عارفة شو تقولي لها لأنش لو نصحتيها خلاص هي نعمت مو شايفة إلا هالإنسان قدامها وحسبالها كل الناس ما يبون لها الخير وحسبالها كل البنات يغارون منها بينما أنتي ينرفز زين شو اسوي اذا حطيت مثل هالموقف يعني صديقتي او انسانة تعز علي القاها متعلقة بشخص خطأ شخص مو زين شخص مثلا ادري انه كاسر قلوب من قبل شخص سمعته مو زينة شخص ادري انه ما مو ماخذها جد شلون اتصرف يا انني احاول كثر ما اقدر اسوي حركة او موقف يكشف هالشخص قدامها او باختصار وبساطة شديدة خليها تنقرص وتنطق عشان تتعلم بس يمكن يكون الثمن اللي تدفعه بهالحالة غالي وايد ويكون وايد تأخر الوقت عشان تصلحين اللي طاف توقع كل واحد فينا يوم من الأيام نحط بخانة من الخانتين أو كان بطرف من الأطراف يا إما كنتي أنت الشخص اللي حبيتي ناس وثقتي بناس ودخلتيهم حياتك وسمعتي عنهم كلام كثير لكن نعميتي وما صدقتي اللي ينقال فيهم لين انقرصتي وعرفتي إن الناس اللي كانت تحذرك تبيلك الخير كنتي بالطرف الثاني إنسان يعز عليك قاعد ينضحك عليه ولا عارفة تتصرفين بكل الأحوال دائما احنا نقول ما في دخان من غير نار كل شخص ينصحنا معناتها غيران منا يمكن بأحيانا كثيرة من خوفهم وحرصهم علينا يبون يفتحون عيوننا على شغلات ما كنا نشوفها لأن احنا لما نحب ونعطي من قلب ننعمي صح بعض الناس وبعض الصديقات مخهم لاطش صديقات فالصو أول ما يصير تغيير حلو بحياتك ينون وما يقولك الخير لكن لا تهممين هذا على كل الناس اللي حوالينك إذا كثرت القيل والقال وكثر الحكي حطي بعين الاعتبار احتمال لو 1% أنهم ممكن يكونون صح وانت اللي الحب عاميك هذا الشغلة طبعا ما تنقاس بس على الحب والغرام وشريك الحياة حتى والله بالصديقات يا ما حذرونا بالناس وقالوا لنا لا تصاحبونهم لا ترافجونهم وإحنا نمشي كذي عمياني ورا قلبنا ونروح ونصد وما نصدق فيهم كلام آخر شيء لما ننقرص وننطق ندري إنه كان ينقال لنا كل هذا من ناس تحبنا صج تلمي الشماتة بعدين أبي أخلق طانة عندي هذه الشماتة قلنا لك حذرناك بس أنت ما تسمعي الكلام مو قلنا لك ها يلا أكليها خبزن خبستي أكلي